الان اللي هو اكيد في الحاله المغربيه هذه واحد المده ديال 4 اسابيع تقريبا، واحد الشهر، هو اننا كنعيشوا واحد الحاله ديال الانتظاريه المقلقه. هناك ازمه في البلاد، وهذه 4 اسابيع ونحن ننتظر الحل. الفرقاء السياسيين المشاركين في صناعه هذا الوضع، كل طرف يجدد شروطه او يجدد وجهه نظره، لكن ماذا عن المخارج من هذه الازمه؟ لا نقاش ولا مؤشرات في هذا الاتجاه. كاين هناك ايضا نوع من الانتظاريه الاجتماعيه، لانه عشنا واحد العمليه سياسيه في المغرب في 2011 وبدينا كنأسسوها في 2012، اللي كان المفروض انها تحول الى واحد المردود الاجتماعي اللي كينتظروه المواطنين لمسهم في حياتهم اليوميه، ولكن لحد الان هذا الجانب كله واقف. كاين كذلك الوضع السياسي تيخلق واحد الحاله من الانتظاريه والارتباك في الاوساط ديال رجال المال والاعمال. العناوين الرئيسيه اللي كنعيشوها الان هو انه عندنا ازمه ديال اغلبيه حكوميه تهدد بان تخلق ازمه حكومه، لانه صحيح ان حزب الاستقلال اتخذ قرار انسحاب موقف تنفيذي من الحكومه، لكنه عمليا حول الحكومه او العمل الحكومي الى عمل موقف تنفيذ. لا يمكن الان الحكومه اتخاذ اي اجراء من الاجراءات السياسيه الكبرى او المشاريع الكبرى اللي مطروحه في الاولويات المستعجله بالنسبه للمغرب. عندنا ايضا ازمه مستجده، وهي ازمه العلاقه ما بين الحكومه والبرلمان. عندنا ازمه الممارسه الرقابيه، وعندنا امكانيه انها تطور الازمه في التشريع. عندنا أزمة على مستوى مجلس النواب من خلال المشكل المطروح برئاسة الحكومة والمعارضة حول جلسة المسألة الشهرية. عندنا كذلك أزمة مماثلة وبشكل أكثر حدة في مجلس المستشاري. عندنا واحد الفضاء عمومي اللي فيه الشخصيات البارزة أو الزعامات الصدامية المتواجدة في المشهد السياسي، كتعطينا واحد نوع من الخطاب السياسي المبني على العنف اللفظي، المبني على مفاهيم وقواميس مطروح حولها نقاش. عندنا كذلك عدم وضوح الفوارق ما بين الخطاب المعارض والخطاب ديال الحكومه والاغلبيه الحكوميه، فالمتتبع تيلقى صعوبه انه يصنف الان شكون اللي في المعارضه من داخل الحكومه وشكون اللي في الاغلبيه. الحزب الاول العداله والتنميه ينتج خطاب حكومي وخطاب معارض، حزب الاستقلال ينتج خطاب حكومي وخطاب معارض. عندنا احزاب المعارضه تحاول ان تلعب في هذا التناقض الموجود على مستوى التشكيل الحكومي، لكن ما تتعطيناش بوادر الافق. اللي واضح الان هو انه في 2011 المغاربه خذوا واحد الخيار استراتيجي كينبني حول مفهوم الاستثناء المغربي. كان فيه الانتقال السياسي، كان فيه الانتقال الدستوري، كان فيه اعاده تشكيل المشهد السياسي الوطني. كذلك كانت فيه واحد الوثيقه الدستوريه اللي هي عباره على برنامج تعاقد حوله المغاربه. الان هذه الاشغال التطبيقيه ديال هذا الخيار الاستراتيجي او هذه الممارسه السياسيه ديال المساهمين في العمليه، واش تختم اجنده هذا الاستثناء وهذا الخيار الاستراتيجي المغربي، ام انها بهذا النوع من الممارسه اللي في جزء منها تتنبني على نظريه المؤامره، كتنبني كذلك على التخوين، كتنبني على الطعن المتبادل في المصداقيه وفي النزاهه، واش الان طبقتنا السياسيه تنتج خطاب الذي يعزز الثقه في هذا المسار الخيار الاستراتيجي اللي مشى فيه المغرب، ام اننا انتاج نوع من الممارسه السياسيه اللي كتدخل الالتباس والارتياب والشكوك في هذا المسار. استاذ عبد الرحيم مصلحي، استاذ في الحقوق رباط اكدال جامعه محمد الخامس بالرباط، مرحبا بك. اهلا وشكرا على الاستضافه. العفو استاذي. النقطه اللي تطرق لها السيده فقير كتجرني باش نطرح عليك السؤال التالي. قبل سنتين كان هذا البلاطو كان يعني الساحه السياسيه والاعلاميه المغربيه بشكل عام كانت توجه لنقاشات غنيه وخصبه اللي كانت مواكبه لاعداد الوثيقه الدستوريه. من وجهه نظرك التطورات الحاليه اللي كنتكلموا عليها الى اي حد يعني كانت في مستوى ذاك الانتظارات والرهانات اللي كانوا الفاعلين كلها والراي العام بشكل عام كان يعني وضعها على الوثيقه الجديده والفاعلين اللي غادي ينزلوا هذه الوثيقه هذه؟ بطبيعه الحال بصفتي الاكاديميه اؤكد لكم بان ما من شك ان هناك، لا اقول استثناء مغربي وانما تميز مغربي. تميز مغربي على مستوى التعاطي مع مجريات الربيع العربي. تمثل هذا مثلا في رده الفعل التي كانت لدى الفاعل السياسي الرئيسي في المغرب، حيث قدم طرح باعاده إصلاح الدستور إصلاح شامل وتام، تم التوافق على دستور، وتبين بعيد الاستفتاء الدستوري بأن هذه الخطاطة الدستورية هي أكبر من الفاعل السياسي. تبين أكثر بأن نمط الاقتراع الذي تم تفعيله في إطار الانتخابات التشريعية ل 25 نوفمبر 2011 أنه لا يمكن من تنفيذ الحكومة التزاماتها، خاصة وأننا
نجد الحكومة مشكلة من أطياف سياسية غير منسجمة إيديولوجيا. وجدنا أيضا بأن بعد المفاوضات تغيرت هياكل قيادات بعض الأحزاب وبينها حزب الاستقلال، وتبين بأن بعض الأحزاب وبينها خاصة حزب الاستقلال أخذ يطالب بإعادة يعني التفاوض حول الموقع داخل الحكومة، ولذلك ما يبرره كما تفضلتم هناك انتظارات اجتماعية وسياسية في الشارع لم تلبى بأي شكل من الأشكال، هناك أزمة على مستوى طريقة قيادة التحالف الحكومي، وهناك عموما تخبط على مستوى يعني إدارة الشأن العام، مما دفع كما تعلمون قبل 4 أسابيع حزب الاستقلال للانسحاب من الحكومة. أنا شخصيا بصفتي الأكاديمية أشدد على أن ليس هناك في الدستور ما يمنع أي مؤسسة حزبية أو أخرى من اللجوء إلى التحكيم الملكي، خاصة إذا كانت هذه المؤسسة مكونا من مكونات الحكومة. لهذا أقول بأن الانسحاب كان له مصوغات قانونية أولا ومصوغات سياسية. المصوغ القانوني هو أن النص الدستوري يفتح التحكيم الملكي على جميع المؤسسات، والمؤسسة الحزبية حسب الفصل 7 هي مؤسسة دستورية وتشتغل في نطاق المؤسسات الدستورية. المصوغ السياسي وهو أن إرادة يعني قيادة حزب الاستقلال والمجلس الوطني لحزب الاستقلال ذهبت إلى تقدير دقة المرحلة، وبالتالي لجأت إلى الانسحاب كخيار ربما تكلفته السياسية والاقتصادية أقل بكثير من الخيارات الأخرى. ونحن نعلم في القانون وفي السياسة أيضا أن عندما تكون هناك خيارات يحق للجهة المعنية أن تختار الخيار الذي يناسبها شريطة بطبيعة الحال أن لا يتناقض هذا الخيار مع النص القانوني. وأشير هنا مما ربما يعزز خيار الانسحاب مع وقف التنفيذ بطبيعة الحال، لأن الحزب ينتظر التحكيم الملكي خاصة بعد المهاتفة الملكية بعيدة المجلس الوطني، خاصة وأن الدستور لا يضع أي إطار للتحكيم بين مكونات الأغلبية في الحكومة، وخاصة أن الفصل 87 لم يفعل بعد، وأقصد بذلك القانون التنظيمي الذي يتعلق بتنظيم الحكومة وسير أشغالها، والذي كان من الممكن أن يكون أو يشكل إطارا للتحكيم لكنه غير موجود إلى يومنا هذا. أشير فقط إلى أنه تم توجيه الدعوة لممثلين عن حزبي العدالة والتنمية والتقدم والاشتراك للمشاركة في هذا النقاش، فاعتذر عن الحضور. بالنسبة لحزب العدالة والتنمية اعتبر بأنه غير معني بهذا النقاش وبقرارات اتخذتها أطراف أخرى، وحزب التقدم والاشتراكية اعتذر وتعلل اعتذاره بأنه يرفض المواجهة الإعلامية مع حليفه في الأغلبية الحكومية. الحزبان شددا على أن الأمر لا يتعلق بتاتا بمقاطعة البرنامج أو القناة. إذن نرجع للنقطة الأولى اللي كنتكلموا عليها، هذه القرار ديال الانسحاب من الأغلبية الحكومة. أشار الأستاذ المصلوحي إلى نقطة توقف عندها المراقبين بشكل كبير السي ابن حمزة، ويتعلق الأمر باللجوء الفصل 42. كان اللي كيقول بأنه إلا خدنا قرار الانسحاب من الحكومة كان الإجراء اللي خصو يتبعه مباشرة هو أن الوزراء حزب الاستقلال يقدموا استقالة فردية أو جماعية، والفريق النيابي ينتقل للمعارضة، وبأنه اللجوء الفصل 42 كان اختباء وراء المؤسسة الملكية. شكرا تقولوا في هذه النقطة. أولا